خلص وقتك بالوزارة، اطلع اطلع خلص. جاهزين؟ مستعدين؟ راح تضلك بالوزارة ولا لا؟ خلص وقتك بالوزارة، اطلع اطلع خلص. ومعنا في الاستوديو الوزير الأسبق والمحلل حمزة الغزو، أهلا وسهلا فيك. تفضل خلصني معزوم على العشاء. بس عفوا منك، أنا بس يعني عندي سؤال، كيف تتشكل الحكومة؟ بيجيك تليفون. طيب وكيف بدي أحكي؟ بيعدلوك، ما بدي أحكي بيشيلوك مثلا. كمان بيجيك تليفون. يعني ما في معايير أبدا؟ لا لا. بس يعني أنت معليك، واضح أنه أجوبتك مختصرة. يعني طب معليك، يعني بديش أخرك عن العزومة. يا ريت يا ريت. طيب معليك خذ مني هذا السؤال، لأنه سؤال مهم جدا. تعرف أنه التحدي الاقتصادي هو من أهم التحديات اللي بتواجهها الحكومة؟ مطول؟ لا يعني أنا بس خليني أغير السؤال، يمكن بدي أفهم شو رأيك بالبرنامج الحكومي الاقتصادي؟ جد جد في برنامج؟ يعني شو؟ ولا في برنامج ولا إشي؟ إذا بقول لك يعني التعديل إجا بطابع اقتصادي وغير وزير ثقافة، شو يعني ما بعناش كتب كويس يعني؟ والله الله العظيم. أنت شفت تعديل البيان الوزاري؟ لا يعني ما أول أهداف بعد التعديل؟ خلي الواحد ساكت، إذا خلي الواحد ساكت بلكي استلمنا إشي كمان مرة. ماشي. طب سؤالي، كيف ممكن ترجع؟ بيجيني تليفون. برضو تليفون. كل شيء على التليفونات. كل شيء على التليفون. شكرا معليك لوقتك الثمين. شكرا جزيلا لك، الله يسعدك. إذا شكرا. خلصت في سمكة هامور هيك. عاملين سمك هيك. سمكة. لا لا استنى هيك بجوز. خلي حقها سخنة. ماشي، بس أنا لازم أخلص التصوير. يلا أنا معك. شكرا شكرا معليك. في شريمز؟ موجود موجود. شكرا. أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاوني البلاغ رقم 46 من أمر الدفاع رقم 19، وتضمن البلاغ عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، ولأكثر من 15 شخص بالتواجد على طاولة واحدة في ساحات المطعم الخارجية، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين. 10 داخلي و15 خارجي، وإحنا داخلين على شتاء وبرد، مين بده يقعد برا؟ ومترين بين كل طاولة وطاولة؟ يا أخي بحسسني اللي بيطلع البلاغات إنه مش عايش معنا ومش شايف إيش صاير بالبلد. المشكلة هسا أي حدا رح يخالف على طول الحجة جاهزة إنه هايهم بيعملوا حفلات ومهرجانات ولا في تباعد ولا التزام. أنا بحكي للمطاعم والكافيهات، غيروا أسميكم لمهرجان كافيه المحبة أو مهرجان اللقمة للمأكولات البحرية، هيك ما ببلشوا فيكم لجان التفتيش.